يا عبد الله لياليك تفنى والذنوب تزيد وعمرك يبلى والزمان جديد وتحسب أن النقص منك زيادة وأنت إلى النقصان لست تزيد ففكر ودبر كيف أنت فربما تذكر فاستدعى الرشاد رشيد يا أخي المسلم تجهز للقاء الله فهو آت لا محال لا محال لا محال لا محال أيها الإخوة هذا اللقاء لا بد منه لا بد منه بكيت هلت العبرة حقيقة صعب نخفيها بيوم جاني العذل يقول بعبرة مخفيها بكيت هلت العبرة حقيقة صعب نخفيها بيوم جاني العذل يقول بعبرة مخفيها قصير ايامي هالدنيا وعبد الله قضى فيها صبح الوجه فارقنا وغادر من بلاويها بكيت هلت العبرة حقيقة صعب نخفيها بيوم جاني العذل يقول بعبرة مخفيها قصير ايامي هالدنيا وعبد الله قضى فيها صبوح الوجه فارقنا وغادر من بلاويها تعودته يجي لمي وتحضن روح مغليها دخلت اليوم ما شفته يحرك ساكنا فيها ذكرتك داخل المسجد وبقدامك تهاديها ذكرتك حامل المصحف توسد في سواريها فقدنا صوتك الحاني يرتل آية فيها عسى الله يرحم قلوب ويجبر من كسر فيه عساك بجنة الفردوس وتنهل من سواقيها عسى نلقاك يا الغالي وننعم في نواحيها عساك بجنة